بون خاوتي المسلمين، السلام عليكم كاع الجزائريين. بون حنا حبينا نوصلوكم ميساج، هذا ميساج فيزي للسلطات الجزائريه تاعنا اللي راه ماهيش سامعه بينا، خلاص 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 نهائيا. بون حبيت نقول لكم برك حنا 2020، حنا في افريل 24 في الشهر ان شاء الله، اول رمضان، اول يوم في رمضان. حبينا نوصلوكم ميساج برك، كما راكم تشوفوا هنا كاين عائلات بزاف، حنا متواجدين في فندق هنا في مدينه اسطنبول، راه متواجدين فيه 55 عائله كامله، بها اطفال، فيها امراض، فيها مسنين، فيها حوايج قراف قراف ما تقدروش توقعوهم، باسكو العائلات اللي هنا هادو بكل راهم في بلادهم، راهم عايشين كما نقولوا الحمد لله. كاين اللي جا مهنة، كاين اللي جا سياحة، كاين اللي جا بيت، كاين اللي جا يدير عملية جراحية، كل واحد واش جابتو السبة اللي جابتو، مكتوب تاع ربي هذا البلاء دعا، إن شاء الله ربي يرفع علينا البلاء. وحنا نوصل لكم ميساج بركة، ومعكم أخ جمال، تفضل. السلام عليكم. الناس اللي راهم هنايا، الناس ماشي تاع اللي عايشين تاع الغربة ولا كدا، هادو مورفين بالبلاد وحبوا يهبطوا للبلاد، ما ينجموا لهاش هاد المعيشة هادي تاع الماكلة هادي والهامات وكدا، سيو نعاونوهم كدايا باش يهبطوا للبلاد، ماشي الناس اللي يريحوا تاع الغربة هادو، فاميليات هنايا، ويرحم والديكم سيو عاونوهم كيفاش باش يروحوا لأقرب وقت على البلاد، على بالي راهو الضغط عليكم. سي يعاونوا هاد الفاميليات باش يروحوا للبلاد، وما نجمولهاش المعيشه هادي، مورفين بالبلاد يريحوا في البلاد، جات هكذا واحد جاي داوي، واحد جا سياحه، وصراو هاد لي زاكسيدون، وعلى بالي ماشي غير حنا في الجزائر والعالم كامل. وشوفوا كيفاش تعاونوهم، ومانيش عارف انايا، شوفوا ديروا البوسيبل تاعكم، على بالي بلي راكو عندكم ضغط، واش نسيو كيفاش عاونوهم باش يروحوا للبلاد باش يهبطوا للجزائر ان شاء الله. هاي السلام عليكم وصحه فطوركم. بون معكم هنا الاخت، واش طالبي الاخت؟ سيدي الرئيس، بحلول شهر رمضان المبارك اتمنى ان تاخذ امري بعين الاعتبار، هل يصح لصائم جزائري ومريض وعنده كل دايرين عمليات الافطار على هذا الاكل، هل يصح له؟ هل يصح انه ياكل اكل يعني تعصبي صغير؟ يعني هذا يقدر ياكله طفل صغير، ما فيش منفعه. والساعه جايبينها الساعه 12 ظهر، وحنا انسان صائم، انسان يصائم ياكل هالاكل، يعني روز مغلي، تكتوكه، بذنجال، سلطه، يعني هل احنا نقدروا ناكلوا هذا الاكل؟ نحن في صدقاتنا ما ناكلوش هذا الاكل، يعني كي عندما نصدقوا للناس ما نعطولهمش هذا الاكل. حنا نحاربوا في المناعه، هما يجيبوا لنا في الحوايج ديال المناعه، قولوا هذه انسان مريض ما يقدرش يفطر على هذا الاكل، هذا راه ولات حقره ولا حرام. اذا ما مش قادرين على الاكل عادي يعني يعطونا المطبخ وحنا نطيبوا، نجبدوا من دراهمنا ونطيبوا عادي. بصح حتى ولو بقى يعني الاكل هذه بقات يعني بصح هكذا، بصح واحد صايم انسان كبير مريض ياكل روز مغلي، هذه ما تشتيها لا ليكم لا لينا حنايا. الجزائر تخسر في الدراهم كحله على هذا الاكل، وفينالمون حنا ما ناكلوهش، علاه خساره؟ حنا ما نشتوش الخساره لبلادنا، كيما يديرونا ورا يدونا واحده من زوج. نظن باللي الميساج وصلوا كيما نقولوها، هذا ما كان بدون اطاله. راح نقول لكم برك حنا من نهار الاول، من نهار الاول الماكله رانا نرميو فيها طعام ربي يعني، وكل تاسف رانا مانيش قادرين ناكلوا فيه. عندنا اللي كاين اللي عنده شهر، اللي كاين اللي عنده 15 يوم هنا، انا عندي واحد اربع ايام هنا، راني والله ما طاحت لي حاجه منها، راهي قراف قراف قراف. ومعكم الاخ، شنو منك شنو حاب يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نطالب من السلطات المعنية بالأمر أن يتخذوا إلينا إجراءات لكي يجلونا في هذا الشهر الكريم والأيام المعدودة، ونحن نعاني في معاناة كبيرة. سيدة السفير وسيدة الوزير وسيدة الرئيس،
نحن نعاني نفسيا، تركنا أولادنا، تركنا أمهاتنا، تركنا أباءنا، من لم نأتي إلى هنا من أجل التنزه أو التنزه. اتخذوا الإجراءات اللازمة. ما هو السبب الذي ترككم لم تأخذونا منذ شهر؟ نحن في العادي نرجع اليوم 25 مارس، رانا في 25 أبريل، شهر كامل لم تتخذوا أي إجراءات. ما هو السبب؟ أعلمونا من بيده القرار، من بيده القرار، من بيده القرار. نحن نموت نفسيا كل يوم، فينا من ترك أطفاله الصغار، وفينا من ترك أباه، وفينا من ترك أمه. سيدة الرئيس أيها المسؤول عنا، نطلب الإجلاء العاجل 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 والفوري. رانا كلنا تركيا دات ولادها كاملين الطيارات هبطوا فرحانين. سيدة الرئيس رانا نطالب بإجلائنا في الوقت اليوم قبل غد، اليوم قبل غد سيدة الرئيس. وشكرا وصحة رمضانكم. واش تقولي لنا ما؟ النقطة هذيك اللي هضرتيها واش تقولي لنا؟ تركيا لا دات ولادها كاملة من بلاد الناس، وحنا خلاتنا لا بلادنا لا خلاتنا. يا اخي رانا مسلمين، يا اخي رانا ولاد الجزائر، يا رانا في شهر الكريم، انا في شهر الرحمة. بلاد المليون والنصف مليون شهيد تترك أولادها هكذا. بلاد المليون والنصف مليون شهيد تترك أولادها هكذا. عيد البركة معنا، هضرت الكبير هضر، الطفل الصغير هضر، كان اللي جاي يهضر ما قدرش، تحصر تحصر كثير في الغرف، يعني في الغرف كبار السن يعني 80 سنة في عمرها راهي قاعدة ما ما في الأسرة اللي قاعدة يعني. فيها يخسروها في بلادنا، ما خسروهاش في بلادات الناس. تركي ما يطلعش علينا. سيد الرئيس لا عندك، ما عندكش وين تحطنا، يعني كي تجلينا ما عندكش وين تحطنا. درنا مخيمات، درنا مخيمات في المطار، المهم نموت في بلادي، المهم نموت في بلادي. حابة تدفني يما، ما يدفنيش تركي، خلينا ديارنا، خلينا ولادنا. بون كون نواصل انا مع العائلات هادو، راح يبقاو يهضروا ساعه ولا ساعتين يفرغوا قلوبهم وما تكفيش. ان شاء الله تكونوا وصلت المعلومه. حنا حابين نروحوا اليوم قبل غدوه، مستعدين ما ناكلوش 3 ايام 4 ايام، المهم نروحوا برك. وهذا ما كان، حنا نطالبوا لا بالماكله لا بتا حاجه، حنا نطالبوا نروحوا برك. هذا ما كان، ديونا بلادنا باسكو حنا من حقنا. اعلمونا فقط، اعلمونا ما هو السبب. اقرب وقت ان شاء الله وبارك الله فيكم. ربما عندكم اعذناكم، اعلمونا فقط، نصبر، ولكن اعلمونا، لا تتركونا هكذا، نحن في الفضاء. السلام عليكم وبارك الله فيكم، وان شاء الله يكون الميساج هذا الاول والاخر. وسامحونا خاوتنا، وصحه فطوركم وصحه رمضانكم، والسلام عليكم.